مشاهدينا للمزيد ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي، بعد التحية، برأيك ما هو الدافع وراء تقديم البنتاغون حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في هذا التوقيت بالذات؟ مرحبا ليندا. بالفعل هناك دافع بالتأكيد لتقديم مثل هذه المساعدات في هذا التوقيت، رغم أن هذه المساعدات دعينا نقول إنها مجدولة من جانب البنتاغون، وهي مساعدات يتم إقرارها أولا ثم يتم بعد ذلك الإعلان عنها ثم يتم تقديمها إلى أوكرانيا بعد ذلك. ولكن في الحقيقة تصادف أن يكون توقيت هذه المساعدات توقيت في غاية الحساسية، يأتي بعد تدمير سد أوكرانيا وسد كاخوفكا والتي تتهم بتدميره روسيا، ولكن جميع التقارير الموجودة أو المتوفرة حتى الآن للإدارة الأمريكية لا تكفي لإثبات ذلك على روسيا. ولكن على أي حال هذا يعني أن أوكرانيا في حاجة ماسة إلى المساعدة. الأمر الآخر هو الهجوم المزمع الذي ستشنه القوات الأوكرانية على القوات الروسية، والذي كان يسمى بهجوم الربيع ولكنه كما نرى تأخر قليلا. أيضا هذا الهجوم يحتاج إلى المزيد من الأسلحة والذخائر والتدريب، وهذا بالفعل ما يقدمه البنتاغون في الوقت الراهن. إذا لاحظنا نوعية الأسلحة التي قدمت لأوكرانيا من خلال هذه المساعدة، سنجد على سبيل المثال منظومة بوما للطائرات المسيرة، وهذه الطائرات المسيرة تعين القوات الأوكرانية على استهداف بعض الأهداف التكتيكية للقوات الروسية. أيضا هناك منظومة الدفاع الصاروخي هوك والمنظومة الأخرى التي تستخدمها أوكرانيا بالفعل، وهي منظومة باتريوت، وهي منظومات دفاع جوي لمقاومة ضربات الطيران الروسية. نعم رامي، يعني ما برأيك كيف تؤثر هذه المساعدات على العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، خاصة في ضوء الحرب المستمرة في أوكرانيا؟ ليس هناك علاقات أصلا بين الولايات المتحدة وروسيا. كل ما نراه الآن هو عبارة عن عودة لأجواء الحرب الباردة، أو ما يمكن أن نطلق عليه الحرب بالوكالة ما بين الولايات المتحدة وروسيا. هناك قطع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، هناك ما يشبه العداء، بل دعينا نقول إنه بالفعل عداء صريح ما بين البلدين. الولايات المتحدة تجد في روسيا تهديد وجودي لأمن الولايات المتحدة القومية وكذلك أمن أوروبا، وتسعى للدفاع عن نفسها وعن الأوروبيين وعن أوكرانيا من خلال أوكرانيا. هي كل الموضوع فقط أنها لا تريد أن تدخل في مواجهة مباشرة مع روسيا، ولذلك هي تستغل أوكرانيا لمواجهة روسيا والحد من خطرها في المرحلة الحالية وفي المرحلة المقبلة. وكذلك هذه الحرب تضع روسيا في موقف المقاتل باستمرار، ولا تدع لها فرصة للاستراحة، وهذا ما تخطط له أعتقد الولايات المتحدة في نهاية الأمر. طيب، يعني برأيك إلى أي مدى يمكن أن يساهم البنتاغون في تدريب وصيانة القوات الأوكرانية؟ بالتأكيد إذا كنت سأمنح دولة ما أسلحة، يجب أمنحها أيضا التدريب على مثل هذه الأسلحة وعلى مثل هذه المنظومات. هذه منظومات في الحقيقة متطورة جدا ومعقدة جدا أيضا، ويلزم أن يتدرب عليها المقاتلون الأوكرانيون أولا قبل أن يستخدموها في ساحة المعركة، وإلا تسببت في أضرار كبيرة لهم أولا، وإما أن تسقط في الأيدي الخاطئة وهي أيدي القوات الروسية، وذلك سيعتبر هزيمة كبيرة للقوات الأوكرانية وهزيمة كبيرة للمخططات الأمريكية بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية. أما عن مسألة الصيانة فهي بالتأكيد أيضا مسألة مهمة، لأن هذه الأسلحة سيتم استخدامها على مدى طويل من المعارك. لا أحد يعلم حتى الآن إلى متى ستستمر هذه الحرب، وليس هناك أي مؤشرات واضحة من جانب سواء المسؤولين الأمريكيين أو الأوكران أو الروس حول استمرارية هذه الحرب وإلى متى ستستمر. لذلك الجميع يعمل حسابه على أن هذه حرب مستمرة وطويلة الأجل، ولذلك الصيانة والتدريب من الأجزاء المهمة جدا مع منح هذه الأسلحة.
نعم، كنت معنا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.